انا ما بعملش مؤلفات، يعني انا ما بكتبش حاجه، نعم وثانيا ما بدافعش ابدا. كل اللي بعمله اني اتيح مراجع من الدرجه الاولى للباحثين او المهتمين بهذه الفتره. ف يعني هذه المراجع موجوده، نعم. وانا عملت موقع على مع صحيح. مكتبه اسكندريه على صحيح. النت، حطيت فيه كل شيء، حطيت فيه اولا حاجات يعني نقدر نقول عليها مراجع درجة أولى، محدش كان يتصور إنه يشوفها ويفكر هل ناس تانية أو حكام آخرين أتاحوا مثل هذه المراجع ولا لا. فمثلا الأوراق اللي بخط إيده، جلسات مجلس الوزراء، لجنة تنفيذية عليا، كمان جميل جدا مقابلاته مع الرؤساء اللي كانوا بيجوا مصر والرسائل المتبادلة. الرسائل دي بقى انا كاتبه الارقام مش هقدر احفظها، بس في الاخر هقولها لك. الرسائل دي كانت خطيره. وانا الحقيقه الرسائل دي اللي دعاني اني انتبه اليها، ان في مقاله من الاستاذ هيكل اتكلم على رساله الرئيس بعتها لكينيدي، ايوه، واتكلم عن قضية الفلسطينية. صحيح. فقلت بس هو حاطط جزء صغير، فقلت انا عايزه الرساله دي، جبتها، ودي قادت لرسائل أخرى ورسائل أخرى، بحيث إن إحنا بقى عندنا عدد كبير جدا من هذه الرسائل. كل الورق ده وكل الحاجات دي هو كان حط، يعني هو كان مهتم بالحفاظ على هذه الوثائق، وهو ده اللي أتاح لي الفرصة إن أنا أقدمها للباحثين من خلال موقع جمال عبد الناصر مع مكتبة اسكندرية، ناصر دوت اورج. احنا طبعا ما خلصناش. نعم. ما خلصناش كله، لاننا بنجدد الموقع. لكن ان شاء الله يعني خلال شهرين كده تكون كل الماده اللي عندنا نزلت على الموقع. يعني بعد حادث 54 ومحاوله اغتيال الزعيم عبد الراحل جمال عبد الناصر في المنشيه. حاول الاخوان ان يتنصلوا من هذا الامر وقالوا عبد الناصر هو الذي بدا وغدر بنا. نعم. لا طبعا، يعني اتحكموا الناس دي، والمحاكمات موجودة في وثائق مجلس الوزراء، وما عرفش هو ما كانش محتاج للتمثيلية. انت لو شفت الافلام التسجيلية اللي قبل الحادث ده، وازاي كان بيلفوا بالقرى اعضاء مجلس قيادة الثورة وطبعا هو معاهم، وتشوف الناس كانت بتقابلهم ازاي. صحيح. وقتها لا كان في تلفزيون، والراديو ترانزستور كان عند أقلية، فهذه المقابلات كلها مسجلة. وبالمناسبة أنا عندي برضو حط على الموقع الأفلام التسجيلية 73 ساعة، اللي هي كانت جريدة مصر الناطقة زمان. صحيح. كانت دايما تبتدي قبل الأفلام، قبل الأفلام السينمائية. صحيح. فدي جميلة ومحطوطة كلها. فخلاص يعني انت شوف قبل الحادث ده كان في 26 اكتوبر 1954. وشوف استقبالات الناس شكلها. صحيح. في الصعيد وفي مناطق في كتيره كل جدا، حتى وجه بحري وصعيد، كل القرى. في عدوان 56 ظهر عبد الناصر كزعيم شعبي ومقاوم، التف حوله الشعب المصري في كل اتجاه، ويومها قال انا قاعد هنا، ولادي موجودين هنا، وحنقاوم ومش هنسكت. فكانت رسالة لكل الشعب المصري. ذكرياتك عن هذه الفترة يا دكتور؟ الحقيقة ذكرياتي